سي شاكيب في هذه المراحل كلها ما دار الا العمل ديالو، قام بواحد المجهود كبير باش يدير هذا الاصلاح، قام بسميتو بواحد العمل كبير باش يتشاور مع النقابات، باش يتشاور يكون حوار اجتماعي. وشحال الاغلبيه ديال هذا الشيء اللي كاين في الحوار الاجتماعي الاغلبيه ديالو متفقين، ولكن جات شي حاجه كتخص مثلا هذاك الشيء ديال البيناليتي اللي كاينين ولا العقوبات ولا داك الشيء كله فيه نقاش، لان حنا النيه حسنه. هاد العقوبات اللي جاو ماشي باش نعاقبوهم، جينا باش نخفوا عليهم ما يلقاوش العقوبات الاخرى، هذيك هي اللي صعيبه. عطيناهم امكانيات انهم يقدروا يتسامحوا، يقدر. دونك هادشي راه كله ايجابي. انا ها هو اللي نبغي نقول بانه الحكومه وراء الاغلبيه وراء السي شاكيب بن موسى. ونفتخر بالعمل اللي كيقوم به، والحكومه غير ما مضى شجعناه انه يزيد الامل وبانه يتناقش، وما كاينش الباب اللي مسدود، الباب مفتوح للحوار. حنا دابا ماشي في شد ليا نقطع ليك ولا، هذه بلاد ولادنا خصهم يقراو وخصنا نديرو لهم لا ريفورم. الا ما داتوهاش معنا النقابات والاساتذه معانا، غادي ديروها معنا، ديروا النيه، ثقوا فينا، ما غاديش نضروكم، حنا بغينا نزيدو بكم قدام، مايمكنش نخليو هادشي. دونك بغيت نقول لكم بانه الثقه الكامله في السيد الوزير، غتكون اللجنه ان شاء الله معاه غادي تشتغل باش ونترأس اول اجتماع ديكو ان شاء الله هاد الاولاد ديالنا يرجعوا يعني المدارس ديالهم، ونكونوا كلنا مرتاحين، تكون شويه النيه والثقه، وان شاء الله غادي نلقاو نحل المشاكل ديالنا في المستقبل. وشكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.